السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي استهلت: الملك أيده الله، السلام خيار استراتيجي والتعايش نهجنا. البحرين والإمارات توقعان إعلان ومعاهدة السلام مع إسرائيل، فجر شرق أوسط جديد. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نطالع: ترامب، رؤية الملك أشاعت الاستقرار بالمنطقة، جمعية المصارف احتساب أرباح على تأجيل قروض متضرري فيروس كورونا. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: البحرين تعلن عن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد. العالمي لصاحبات الأعمال والمهن يطلق جائزة رواد البحرين. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: التنسيقية تطلع على آخر مستجدات التعامل مع كورونا، 4000 متطوع بالتجارب السريرية. نشرت صحيفة الأيام أنه بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مراسم التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والتوقيع على معاهدة السلام التي جرت يوم أمس في البيت الأبيض بحضور فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا والذي جاء بعنوان: حمد بن عيسى، للحكمة أهلها وللشجاعة فرسانها، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. للحكمة أهلها وللشجاعة فرسانها، وللبحرين قائدها الجسور حمد بن عيسى الذي يدرك حجم التحديات ويجيد اتخاذ القرارات ويضع المصالح العليا للشعب البحريني فوق أي تحديات، لحظة تاريخية تلك التي وقعت فيها البحرين على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، تنبئ بعهد جديد من إرسال الأمن والسلام وتعزيز الاستقرار والازدهار، ليس من أجل صالح الدولتين فحسب، بل من أجل الإنسانية وقدرتها على التعايش والانفتاح وتبادل الخبرات. لفتت صحيفة الأيام أن مصرف البحرين المركزي حذر المستهلكين من التعامل مع الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية عند التعامل مع معلوماتهم الشخصية والمصرفية. ويأتي هذا التحذير نتيجة زيادة الهجمات الإلكترونية والاحتيال في العالم خلال جائحة فيروس كورونا. وبقلم الكاتب عثمان الماجد نقرأ مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان: أنا بحريني، فإلى المقال. إن ما قاله الشيخ ناصر يعبر في اعتقادي عن موقف كل البحرينيين التواقين لوضع حد لحالة البغضاء والكراهية التي راكمناها على مدى من الزمن ليس بالقصير. وبناء أسس السلام الذي ينبغي أن تعيشه الأجيال القادمة ويتكلم بلسان كل بحريني يثق بحكمة القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق أمن الوطن والمواطن ومصلحة مملكة البحرين. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن مملكة البحرين أعلنت عن الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد الدخول من خلالها إلى مملكة البحرين، والتي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المختبري للكشف عن الفيروس من خلال دفع 60 دينار بحريني وتحميل تطبيق مجتمع واعي والتسجيل فيه.
نقلت صحيفة أخبار الخليج أن الشركة المنظمة لمعرض الجواهر العربية أعلنت عن تأجيله إلى الفترة من 23 وحتى 27 من شهر نوفمبر لعام 2021 بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا. خط الكاتب هشام الزياني مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان حديث وزير الداخلية الأكثر إقناعا وواقعية، فإلى المقال. قضية فلسطين في قلبي ووجدان كل بحريني ولا مزايدة على ذلك، لكن وكما قال وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، فلسطين قضيتنا العربية والبحرين قضيتنا المصيرية. كانت تصريحات معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله حديث مقنع وواقعي، فقد تحدث عن القضية الفلسطينية بواقعية. ملك يصنع تاريخ السلام عنوان مقال افتتاحي في صحيفة الوطن، فإلى سطور هذا المقال. إن الخطوة التاريخية للبحرين من أجل السلام لهي أكبر دليل على ما تتمتع به المملكة بقيادة مليكنا المفدى من دبلوماسية جريئة ورؤية ثاقبة وحكمة في الطرح ورزانة في الفكر، مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وحماية لمصالح البحرينيين والفلسطينيين على حد سواء. نشرت صحيفة الوطن أن وزير الإسكان المهندس باسم الحمر قال أن نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة شرق الحد لجميع أحياء المدينة قد بلغت 80%. هذا ونقل صحيفة الوطن أن المستشار الاقتصادي لجمعية مصارف البحرين الدكتور حسن العالي أكد أنه سيتم احتساب الأرباح على تأجيل القروض للمتضررين من فيروس كورونا في الفترة من شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام الحالي. هذا وخطت الكاتبة فاطمة الصديقي مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان السلام نقطة تحول في الشرق الأوسط، فإلى المقال. إعلان تأييد السلام خطوة تاريخية لاقت ترحيبا دوليا واسعا وترحيبا شعبيا، تساند خطوة مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. الشعب البحريني دائما وأبدا سمعا وطاعة لولي الأمر قائدنا ومليكنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأيده بنصره مساندين ومؤيدين وداعمين لإعلان تأييد السلام. إلى صحيفة البلاد حيث نطالع منها أن رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أكد أهمية المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين والمقيمين في المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح فيروس كورونا، مشيرين إلى أن عدد المشاركين في التجارب السريرية تجاوزت أكثر من 4000 متطوع حتى الآن في وقت قياسي. خط الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان أهمية السلام وما يقدمه للبشرية من رخاء وازدهار، فإلى سطور هذا المقال. إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسير بثقة وثبات على بنية أساسية قوية
بمد جسور الثقافة والمعرفة مع الشعوب والحضارات، وقدمت النموذج الأروع في القيام برسالتها في خدمة البشرية وتحقيق السلام والأمن. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.